بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية قوس قزح جمعية من الجمعيات العريقة في هذا المجال المسرحي، تعمل دائما في هذا الإطار، سواء كان عمل تربوي أو عمل مسرحي موجه للكبار أو موجه للطفل. فالعرض المسرحي بالنسبة لنا احنا كان عمل مسرحي تجريبي كما قلت سالفا. هذا العمل إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم غادي نحاولوا نعملوا على إيجاد مجموعة ديال الأخطاء ومجموعة ديال النواقص. فيما بعد غادي نحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم نطوروها ونجتهدوا باش نصلحوا ما يتم الأخطاء اللي تم ارتكاب ديالها في هذا العرض التجريبي. وهذا العرض المسرحي كما شفتوا فكان الجمهور حاضر لي بكثافة، وهذا شيء يميز العروض المسرحية التي تقوم بها فرقة قوس قزح ولا جمعية قوس قزح المدينة الجديدة، والكل يشهد بذلك. والجمهور الجديدي بطبيعة الحال نرحب به، لأن كنحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم نرجعوا للماضي ونحاولوا نكونوا جمهور مسرحي متعطش للأعمال المسرحية، لأن كما لاحظتوا بدا واحد العزوف وبدا واحد التراجع وواحد التقهقر في هذا المجال المسرحي. واليوم كنقولوا كنبينوا بأنه بإمكاننا نرجعوا المسرح للمكانة اللي كانت فيها في الثمانينات. فعلا بفضل الكفاءة ديال الأخ المخرج سي أمين، وبفضل الكفاءة ديال الإخوان الممثلين بطبيعة الحال، سواء عناصر عبد الإله عنصر ذكوري ولا عنصر نسوي، فحتى هما كانوا متعطشين ومتحمسين باش ينجحوا هذا العمل المسرحي. إذا ملي كيكون المخرج والممثلين دائما كيخدموا في واحد النسق اللي هو يقتسموا مجموعة ديال الأفكار ومتعاونين، فطبيعي أن النجاح كيكون دائما في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لهذا الشباب، شكرا للناس ديال الإعلام، الشباب ديالنا، شكرا لكم كتواكبونا وكتشجعونا، وشكرا للجمهور المتعطش نظرا لهذه الثلاث سنين اللي سدات عنا هذه الجيحة، والحمد لله بعد العسر يسرى ولله الحمد. المغاربة شجعان، المغاربة رجال، المغاربة ما قدا فيهم لا جوع ولا عطش ولا حتى الموت ديال كورونا. بلا ما تخلعونا بكورونا باقين حيين وباقين نعطيو بفضل الله تبارك وتعالى. شكرا للماكيوز ديالنا الأخت سميت بنتي شمس الضحى، شكرا للمايسترو، هذا راه مايسترو في البلاد كان مخزون عليا عباد الله، عثمان راه الصديق ديالي، آلي عثمان نيت صفقوا له. عثمان راه الصديق ديالي، باقي ما كاين لا تيك توك ولا فيسبوك لا هو، يقول لي الله يمسخك، كنكتبو وكنغني وكنقولو قصيد، راه علاش طلبتيني على شي قصيده باقا عندي قديمه ياك. يا سلام، غنسول الجمهور كيفاش كان العرض، انا ما يمكنش تسولني انا تقول لي كان العرض، انا نقول لك كان العرض رديء، يمكن درت شي اخطاء، يمكن انا لست بمسرحي. الناس كلها تعلم بانني انا كتبت مسرحيات الحقره اللي باقا محتله حاليا المرتبة الأولى عربيا منذ 9 سنوات، وعطيتها للزيات محمد ولد القنيطرة وصوب لها الإخراج، وعرضتها معاه في المغرب 9 المرات وهربوا عليا بها لمصر والجزائر والتونس الله يسامح الله يسامح، حنا دزنا في مجلس تأديبي والله يسامح الله يسامح كل واحد. أنا بغيت نبين لك السي ما نبغي هذا الفيديو يوصلوا،
سي محمد الزيات انا كنقول من هذا المنبر الله يسامحك، عارف راسك شنو درتي معايا، انا مسامحك. ها عبد الله، ها عبد الله اللي كنتي حاقري، هو يلاه بدا، والبدية اصلا للدا وللدا بحر ما عندها حده، ماشي انا اللي بديت تتحول الحديد لغزيت. استلغى الكلام الرباعي، راه مازال غنعطي الجديد ان شاء الله. تحيه للفرقه ديالي اللي عاونوني، تحيه لهذا القناوي هذا المسترو، الف تحيه وشكر للسيد المدير، والف تحيه وشكر للمخرج اللي ضرب معنا تماره. حامين امين حارسي راه كان مخلوع، اقسم بالله لا كنحس به، باغي نجح، نجحتي يا امين ومازال تزيد تنجح، وراك ديما ناجح بفضل الجمهور الكريم ديالنا. جميع الفنانة كنشكركم من أعماق القلب، تحية لعبد العالي الجديدي وقف. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.